إذا أنت من الناس اللي مفكر إنه لسه الدراما التركية هي عبارة عن حب وغرام ومعشقة وهذا حب هاي وهي حبت هذا وفقير حب غنية وغنية حبت فقير وما بعرف إيش، هذا الحكي أكيد من قبل 10 سنين، لأنه الدراما التركية اتطورت كتير وبالذات المسلسلات اللي عنت. أنا بوعدك بعد هاي الحلقة بعد ما تشوف هذا المسلسل رح تغير رأيك كتير بالدراما التركية ورح تفكر إنك تتابع شغلات كتيرة تركية على النت. فحتى نحكي هذا الموضوع أكتر خلينا ننزل الانترو. قصة المسلسل باختصار شديد بتدور حول تحقيقات لجرائم معينة صارت بأزمنة مختلفة، وكل هالجرائم بيربطها شيء واحد. فبيبلش المسلسل إنه المحقق اللي جاي من بريطانيا جديد، المحقق كمال، بيروح على مكان الجريمة الأولى وبيتلاقى مع المحقق المخضرم ستار، بيعدوا مع بعض وبيبلشوا بيفكروا وبيحاولوا يحققوا بالجريمة ويعرفوا إيش عم بيصير. من أهم النقاط اللي بتميز هذا المسلسل إنه ببلش لك إياه بطريقة كتير حلوة. أول 3 حلقات تقريبا بيشدك بطريقة فظيعة، بتخلص أولى بتشغل تاني، بتخلص التانية بتشغل ثالث، وعلى هذا ومثله، لأنه المسلسل بيشد مثل ما حكيت، وبتقعد أنت بتفكر، تقعد بتحلل شلون هالمشهد صار، شلون هالموضوع هيك صار، إيش العلاقة هذا في هذا، هالحكي هذا كله بتقعد بتفكر وبتحلل. هذا الشيء فعلا كتير بيميز هذا المسلسل. نقطة كمان مهمة وبتميز هذا المسلسل هو العلاقة والكيمياء اللي صارت بين المحققين، المحقق كمال والمحقق ستار. فمنشوف انه شخصية كمال يلي أداها الممثل كينان شخصية كتير غامضة، مثل ما حكيت جيم من بريطانيا بأفكار جديدة، فروح الشباب اللي فيه، روح انه هو متعلم برا عنده أفكار بده يطبقها، شلون بتجاوب مع شخصية المحقق ستار، بيتقبلها ما بيتقبلها، بيحاول بطريقة ما يطبق هو أفكاره أو الشيء اللي دائما هو متميز فيه خلينا نقول. فالعلاقة والكيمياء اللي كانت بيناتهم بتميز كتير هذا المسلسل. إذا بدنا نحكي عن الأداء التمثيلي للاثنين ففعلا شيء كتير حلو، لأنه كينان اللي باب يعرفه، شوف أي شوف أي مسلسل اللي بتعرف إنه هو قيمة فنية كتير عالية، ودوره بهذا المسلسل بمسلسل ألف كتير مختلف عن أدواره بكل المسلسلات. أعطانا دور كتير حلو، دور كتير غريب معقد، أعطانا بطريقة كتير حلوة وأنا بسطت كتير فيه. بالمقابل نفس الشيء شخصية ستار أعطانا إياها الممثل أحمد. أنا حاليا بشوف المسلسل أرزا كمان بتشوف إنه بهذا المسلسل أرزا أعطانا شخصية مختلفة تماما عن شخصيته ب مسلسل ألف شخصية ستار. فمنشوف بيحسن يتنوع بالأدوار وعطانا كمان شخصية ستار بطريقة كتير حلوة. نقطة كمان بتميز هذا المسلسل هو الجو العام تبعه. فمنشوف من ناحية التصوير على سبيل المثال كان تصوير سينمائي كتير حلو، من ناحية حركة الكاميرا كانت كتير حلوة، الزوايا اللي اتخذت منها الصور كتير حلوة، الأماكن اللي تصورت فيها المشاهد أو تصور فيها المسلسل كانت كتير حلوة، الألوان تلوين المشاهد كان كتير حلو. فمنشوف بشكل عام المسلسل للعين كتير حلو، وهذا شيء كتير مهم انك انت بتجيني الرسالة على الواتس ملنا فيها كالعادة، فبتحس انه بهذا المسلسل عم يعطيك شعور كتير حلو لعينك، وهي مثل ما حكيت كتير مهمة انك انت عم تتفرج على مسلسل ترتاح عينك. فمن كتير نواحي المسلسل حلو وتجوه بشكل عام جدا رائع. ملاحظة جدا مهمة انه هذا المسلسل لا يصلح للأطفال، عم بحذر هذا المسلسل لا يصلح للأطفال، لانه فيه مشاهد مقززة، الضحايا بتكون ميتة بطريقة خلينا نقول مرعبة للأولاد، وإذا شافوا الأولاد ممكن يعني بالليل يعملوا شيء يدفوا. صراحة أنا مع الموضوع أنه هن يدفوا لأنه جايين على شتة، بس لا تتفرجوا وتقولوا والله تفينا بالليل بسبب أنه شفنا طارق وخدنا نصيحته، أنا مالي علاقة، طلعت حالي من الموضوع يعني. فبرجع بعيد أنه هذا المسلسل فيه شوية مشاهد مرعبة، ما بعرف إذا التصنيف تبعه هو يعد رعب مثلا، في مشاهد بترعب يعني من أشكال الضحايا، مثلا موسيقى بتشتغل لحاله على سبيل المثال، ففيه شوية هيك رعب، في تحس بموضوع الرعب. بس بشكل عام مثل ما حكيت في كتير قصص الضحايا مثلا أو شغلات مرعبة، مشاهد مرعبة، فما بنصح لأصحاب القلوب الضعيف إنه يتفرجوا على هذا المسلسل. بس كمان نقطة كتير مهمة إنه الضحايا مثل ما حكيت صحية مقززة ومرعبة شوي، بس التفاصيل كانت كتير 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 فيها، أدق 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 التفاصيل كانوا يهتموا فيها، هذا دليل على إنتاج كتير قوي، إنتاج ضخم وكتير حلو. لازم نذكر نقطة الإخراج إنه هي نقطة كتير حلوة، مثل ما حكيت الزوايا اللي اتخذت منها المشاهد بتحس إنه الأتراك اللي بيعملوا إيه، يعني هذا المسلسل كتير حلو فعلا يستحق إنه يكون عالمي. بنصح كتير انه يتفرجوا على هذا المسلسل. اذا بدنا نحكي عن سلبيات لهذا المسلسل فاتوقع انه هي سلبية وحيدة، ما رح احسن احكي بتفاصيلها لانه هي تتعلق بنهاية المسلسل. انا بالنسبة لي النهاية كانت الى حد ما شوي كان ممكن
يهتموا فيها بطريقة أحسن أو يعطونا إياها بطريقة أحسن من هيك. بس بالنسبة لي النهاية شوي يعني إنه كله حلو كله هيك ماشي بشكل حلو، ليه تعطيتي النهاية بطريقة مش ولا بد؟ فهي النقطة هي الوحيدة اللي ممكن نقول عنها سلبية، أو ما احنا نقول عنها سلبية قد ما إنه هي ما عجبتني، هي النقطة فقط ما عجبتني. السؤال الأهم، هل لازم نشوف مسلسل ألف ولا لا؟ مني وعلي أنا بشوفه، بالذات للناس اللي بدها تشوف شيء تركي تغير لنظرتها للمسلسلات التركية، فهذا مسلسل جدا مناسب. بقادر من أيام أساسا راح أعطيكم كمان مسلسلات على هذا النمط، تغيروا رأيكم بالمسلسلات التركية، لأنه عن جد المسلسلات التركية عم تتطور بشكل كتير كبير. نصيحة مني لكم، شوفوا هذا المسلسل راح تحسوا إنه واو شلون هيك الأتراك عم بيعملوا هيك شغلات. فهذا كان كل شيء عندنا فيديو اليوم. بدكم تشوفوا المسلسل شوفوه، ما بدكم تشوفوا المسلسل شوفوه، نصيحة يا أخي ليش قالكم شوفوه. وهم الشيء كمان، وانتوا عم تشوفوا المسلسل افتحوا اليوتيوب على قناتي، اشتركوا تحت، فعلوا زر الجرس، لا تنسوا اللايك. لهون بنكون خلصنا حلقة اليوم، هذا كان كل شيء عندي في صارتها 3 مرات. استنى شوي خلص معي أنا. هذا كان كل شيء عندي الفيديو اليوم، بنشوفكم الأسبوع الجاي، سلام.